بطل البطولة دبي الدولية لكرة السلة، أول جامبول بالجيم وأول بوزيشن فلبيني عند جورج لبناني. عراجي عند ماني هارس اللي عم بيربح، هل ماني هارس قلوب النادي الرياضي الرياضي كثير. البداية مهمة، النادي الرياضي قلت أول مرة ربح بطولة دبي بال 2005، ثاني 2006 وحاليا نقطتك الرابعة بالجيم ماني هارس. عموما الكرة عند ماني هارس سرقها راح طلع أب أند إن بيسجل نقطة السادسة بالجيم. الرياضي عم بيعمل بداية، ولكن الرياضي فريق كبير بالألقاب، بطل آسيا مرتين عزيزي المشاهد، حاضر وحاليا هاورد بطل الـ NBA مع البراون جيمز 2014. عموما بيسجل ثالث نقاطه بالجيم، هو اللاعب الوحيد اللي سجل لا سترونج جروب، وهذا اللاعب الوحيد اللي ممكن يشعرك بالأمان في بطولة آسيا. عم بيربح هالكرة، فرقة العفاريت عم تنطلق، اللاعب اليد اليسرى راح مر روعة عاش وائل، إيدك الشمال ما في منها بآسيا، وحاليا بهالمباراة بيأتي بالنقطة الرابعة. وائل جامب شوت على المسافة المتوسطة على الفريق الفلبيني، واحدة من المباريات اللي ربحها ببطولة آسيا من نفس المكان وبيسجل نقطته السادسة. عموما ضاعت هاورد تحت الباسكت، وهاورد عم بيتعملق، من تعملق أمام بيروت 12 مقابل 5، هاورد بخمس نقط هو اللاعب الوحيد اللي مسجل، وعلى فكرة استراتيجي النادي الرياضي ممتازة، يبقى هاورد الوحيد اللي مسجل لكن مش الكل. عموما هذا أول لاعب بعد هاورد مسجل، أندري عند أندري روبرتسون بياخذ كرة على 3 إن أوت، جود جاب، حدا لازم يساعد كيكي على الريباوند، جود جاب هايك، كرة عند دوايت هاورد وبيسجل نقطة السابعة بالجيم. وائل اوريدي لسه ما خلص كلامي، لكن وائل بيقدر يربح منه فاولات، بيقدر يربح منه فاولات، جود سكرين لكيكا وائل، واو 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 ما احلى ايدك الشمال يا رائد. الرياضي عم بيتحمل مسؤولية بداية المباراة، وهذا اللي عم بيتحمل المسؤولية راح اول ذا واي، عيني عليك باردة يا ماني هارس، عيني على دوايت هاورد بيدافع بطريقة ممتازة، واول دخول له على ارض الملعب، عم بيشمر على تيرن اوفر، راح مر مر مر، ما في احلى منك. النادي بيسجل نقطة العاشرة، الرياضي على الفاست بريك، والسمعة بيسجل، والرياضي بيضرب لسمعة، أول جريت ديفنس لسالي سكاكيني، ووائل عنده 10 بوينتس، أول 3 بوينتس لبلاتش، أول 3 بوينتس بالجيم. بروكلين نتس مسيرته بالـ NBA لهاللاعب اللي لعب مباريات كبيرة، وحاليا كرة عند أندري روبرتسون، درايف، نايس موف مع تير راوند جامبر. بيسجل أندري روبرتسون أول، الكرة عند وائل، وائل يحاول درايف على الباسكت، سمعة عند كريم زينون، كريم درايف على الباسكت، ما أحلاك يا كريم، ما أروعك يا كريم زينون. 11 seconds 24-14 ماني هارس 8 points بالجيم. سمعة بياخذ كرة على الثري، ما أرقاك، ما أجملك، ما أحلاك، أنت التاريخ لعيب. أول ثلاثيات النادي الرياضي بالفاينل جيم، بيرفع الفرق ل 14، الرياضي عم بيقاتل، الرياضي بنفسية مش معقولة يا جماعة. الفارق كرة عند وائل، إلا إذا وائل حلها، وإذا وائل ضيع لي كل توقعاتي، وائل راح ضيع توقعاتي كلها. هارس ليه تتفرج على الأرض؟ تتفرج على الكرة وعمل أتاك. جامب شوت لماني هارس، بيج باكيت، برافو للكوتش أحمد فران. لوائل راح تأتي، ماتر أوف تايم، هي التمريرة الحاسمة الأولى لوائل بالجيم، واو، بيج تايم، قد إيه حلوة. عند هاورد، كيكي عنده 2 فاول، ثالث فاول صلي راح يأتي من البنش، ممنوع الفاولات، هاورد عم بيضيع، لا والله عم بيسجل، نقطة العاشرة بالجيم، رجعها، ماني هارس، جامب شوت لماني هارس، عم بيسجل ماني هارس، أول داي، حاليا هو اللي بياخذ. جوردان هيدينغ، وائل عم بيدافع على كار كيفن، عموما جوردان هيدينغ بيسجل اول باسكت له بالجيم بمجرد 1 اون 1، ضاعت، صني عم بيقاتل، صني عم بيربح، صني عم بيطلع، صني عم بيربح، منك شو لعيب، صني جورج سكت مرة واحدة بالجيم، 1-0 عند البداية برمية حرة لهاورد. عموما جوردان هيدينغ بيسجل نقطة الرابعة، تماما لعيبة الرياضي حاسين انه حاليا قدرنا نسيطر على المباراة، وصلي ولعها، صلي جورج سكاكيني عم بكي سبيس، وائل واحد لواحد ممكن يكسر الركب، يعمل سبين، يعمل دوران، يتلاعب، يمر بالفينجر رول، منك شو عندنا؟ السمعة يا سلام، عكس عند مين؟ عند علي، عند الحريف، أخذ الحريف، وهو مع الباك بورد، مع الباك. إذا راحت الكرة للسمعة راح يسجلها ومحتفل، شوفوا اسماعيل يا جماعة عامل حاله ملوش فيها، ماني هارس مر، ماني هارس راح، والبلوك عم بيكون حاضر، باسكت إلا الرياضي، إذا بتفكر هارس، خلينا نعطي رأينا فيها في البداية، من هون مش واضحة، لا من هون مش واضحة، رح نشاهد اللقطة الأولى، هاي اللقطة رح أعطيكم أنا رأيي فيها،
راحت باسكت إلا الرياضي على مسؤولية معلق اللقاء. باسكت على مين؟ على دوايت هاورد. الكرة وين؟ عند أماني هيلز صاحب ال 14 بوينتس. يا لها من بداية، يا لها من بداية، يا لها من روعة، يا لهم الرياضي، يا لهم كانوفيتش. عنده اثنين فاول، الثالث على الطريق إذا قرب، الثالث على الطريق إذا قرب. هوك شوت على طريقة كريم عبد الجبار لاعب اللوس أنجلوس ليكرز زمان. هارس أيضا من الأسماء اللي مرت بالأنباي. هارس بيحاول على الباسكت. شو هالهارس، شو هالروعة، شو هالحلا. ماني هارس بيسجل، ما بتشوف أي ملامح على وجهه، ما بتشوف أي ملامح يا جماعة، سواء سجل ما سجل هي نفس الملامح. هدية منكم. عموما الكرة عند مين؟ عند كيزي. كيزي درايف على الباسكت، كيزي بيتحدى، كيزي بيسجل. قال له أنا وزير الدفاع، قال له أنا أكون أجريسيف. جود باس عند جوردن هيدينج، نو جود، ضايعة. اليوم دفاعات النادي الرياضي عم تحرمهم من الآرك. أندري روبرتسون بيسرقها قبل أصلا ما يسرقها. الروعة يا هارس، لكن هارس خسر الكرة وكان ممكن يتصفر ضده خطأ غير رياضي. روبرتسون راح أول ذا واي وتو بوينتس. ناسين الكل. عموما دوايت هاورد عم بيقاتل. علي سمعة خدها، راح يتلاعب فيه وراح يسجلها، راح يتلاعب فيه وراح يسجلها. منك يا تاريخ يا حاضر. كرة السلة العربية وليجند، أسطورة كبيرة للسلة العربية السمعة بنقطته السابعة، بيرفع الفارق ل 17. وماكنزي مور في بيج باكيت، بيج باكيت. فيليبين عنده ثلاثة تايم اوت. علي بيعمل جريت كلوز اوت. نايس لي اب لجوردن هيدينج. الكرة دائما عند مين؟ عند السكاكيني، لكن مقطوعة وصلت عند روبرتسون. بي تو هاند سلام دانك. التايم اوت محتاجه الرياضي. انسايد الجوكر راح بمر، الجوكر بيحاول. يا سلام على الجوكر اذا كان بيقف الرن. هايك بنقطة الخامسة بالجيم. روبرتسون امام طبارة اللي عم قلت عنده مسؤولية دفاعية. ماكنزي مور عم بيسجل على الثري بوينتس. ماكنزي مور درايف، جوردن هيدينج وثري بوينتس لسترونج جروب الفلبيني. اندري روبرتسون، اندري امام كيكا بيحاول. اندري ووو بيج باكيت، بيج باكيت كم باك فينش. اسكاندور امام هايك، كثير مهم للدفاع ما تسمح له يعمل درايف على الباسكت. عموما هون في درايف لروبرتسون عم بيسجل. وش الرياضي عند النقطه 61، وقف النادي الرياضي عند 61. عم نشاهد الرن مش معقوله. كره دائما عند ماكنزي مور، كره عند جوردن هيدينج على الثري بوينتس. عم بيسجل جوردن هيدينج. جديد قلت البيجست ليد 1 بوينت سترونج جروب الفلبيني. وهنا اندري روبرتسون على الثري. واو جريت ديفنس، جريت ديفنس. ماني عند هايك، متبقي 7 سكندز. كيكا طلب الكره بالانسايد، راح يسجلها كيكا. اخيرا بيسجلها، اخيرا بيسجلها. ربما هارس اللي اخذ بريك ياتي ب 3 بوينتس. هارس 3 بوينتس من ذهب، 3 بوينتس من ذهب. جود سكرين، بيك اند رول. هارس تمرير عن سمعة، يا تاريخ. كان عند البرنس على 3 بوينت، طير طير 5 بوينتس على الفارق. وتحدى عمير واندري روبرتسون عم بيتحدى. اي فاول على اي فريق راح يكون في فري ثروز للفريقين بالبونس. هاورد مر، هاورد 2 بوينتس. جود جوب لهاورد. الفارق 1 بوينت، بيقدر يتخلص، يتخلص منه. بعرف التعب، 8 مباريات في 10 ايام مش سهل، مباراة كبيرة، لكن أنت أكبر، أنت أكبر، أنت أحلى، أنت أروع، أنت الملك، أنت كل شيء. بيلعب مع أبناء بيروت، وحاليا كيفن عم بيضيع، وحاليا الفرعون عم بيدافع. هيدينج 3 بوينتس، عاد الأرقام، مش معقول هال 3 بوينتس. ريبوند، بروح للأوفر تايم، بروح لأوفر تايم. وائل مولا، وائل مولا، وائل عطاها للتاريخ، التاريخ شاد، التاريخ شاد.